تربية القطط والكلاب السائبة والاهتمام بهم، العناية بهم، سواء يحتاجون تدخل طبي من طبيب بيطري أو توزيع وجبات طعام على الكلاب اللي بالشارع أو القطط. أكثر شيء الكلاب الصغيرة اللي بدون أم يعني ومتأذية بالشارع، أنا أخذهم أول شيء فحص طبي عند الطبيب، أو إذا متأذين يعني يحتاجون عملية أو هاي، بعدين أبقيهم يمي تنظيف واهتمام لحد ما ألقى لهم متبني وأنطيهم. عموم العراق يعني في صورة عامة مظلومين هواية، تعنيف مستمر، كل هذا يعني سبب لأن ماكو حقوق حيوان خاصة للكلاب السائبة، استهتار من قبل يعني المواطنين تجاههم. يعني هواية أتأذى من أشوف حملات الإبادة اللي صارت بهواية محافظات. واجهت بالبداية استهزاء من الناس، إنه الناس جاي تموت أو جاي تنظلم وأنت ترحين على الحيوانات، بس ما اهتميت، بالعكس زدت، وإن شاء الله بهاي الفترة راح أسس فريق لإنقاذ الكلاب والقطط.